كنت أقول عنك رجال وأتكلم عن موقفك الرجولي وأنك وخرت عن أختي عشان مرضها وخايف عليها من الموت. رجال وش اللي تغير؟ اللي تغير أنك أنت تحسب سالفة البنت الجديدة والحب الجديد هذا كان حجة عشان شهد تبعد، بس لا طلع صدق. أنتم إيش أنتم؟ ما تملون من الكذب؟ ولا الكذب هذا خصلة فيكم؟ وش خصلته؟ ومن حنا؟ كلكم، كلكم يا رجال بهالدنيا نفس الطينة. ما شاء الله عليكم، قلبكم فندق يحب مليون بنت بنفس اللحظة، وآخر شيء كله يطلع كذب بكذب. لا الظاهر إن السالفة وصلتك ومبهرة زيادة. كنت أتمنى تطلع غير، كون صادق. كنت أتمنى ألقى رجال واحد حقيقي بس بهالدنيا، بس للأسف حالك من حالهم ويمكن أردى. كلكم كذابين وخاينين، تستغلون طيبة البنت وأول ما تبدأ تحب وتتعلق يطلع الوجه الحقيقي، ويلا نكست اللي بعدها.